السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم الشابتر رقم 4. الشابتر هذا اللي هو عنوانه Distributed Forces, Centroids and Centers of Gravity. خلال الشابتر هذا حنشوف يعني المحاضرة رقم 3. المحاضرة هذه حنشوف الكومبوزيت اري، يعني حنشوف المسطحات اللي هي مركبة، حنشوف مثال على ذلك. طيب حنشوف الشكل هذا اللي هو شكل يعني غير عادي لأنه يعني شكل مركب. طيب الشكل هذا نقدر نقسمه إلى أجزاء يعني معروفة، مثلا نقدر نقسمه من ناحية هذه بيكون عندي زي ما هو هنا موجود اللي هو الشكل الأول أو الأريا الأولى اللي هي المثلث هذا، والأريا الثانية اللي هي المستطيل، والأريا الثالثة اللي هو يعني المثلث الثاني. يعني علشان نجيب المركز متاع الثقل متاع الشكل هذا حنسوي يعني عملية تقسيم إلى ثلاثة أجزاء زي ما شفتوا. يعني القانون بيقول أن الـ X السنتر متاع الجرافيتي متاع الشكل هذا كامل بيكون يعني حسب الأشكال الثلاثة اللي قسمناها، يعني حيكون سجمة XA على سجمة A. يعني حيكون مثلا في الحالة هذه حيكون X1 area 1 plus X2 area 2 plus X3 أريا 3. حنقسمها على مجموع الأريا اللي هي الأريا 1 plus أريا 2 plus أريا 3. نفس الشيء الواي، الواي حتكون سيجما واي أريا على سيجما أريا، يعني حتكون واي 1 في الأريا 1 plus واي 2 في الأريا 2 plus واي 3 في الأريا 3. كلها نقسمها على مجموع الأريا اللي هي الأريا 1 plus أريا 2 plus أريا 3. يعني هذا يعني القانون كيف لما يكون في شكل أشكال يعني مركبة. حناخذ مثال على ذلك. مثلا الشكل هذا عاوزين نجيب يعني السنتر متاع الجرافيتي متاع الشكل هذا. طبعا انتم شايفين انه الشكل هذا بدنا نقسمه الى أشكال مختلفة. مثلا بيكون شكل المستطيل هذا اللي هو ما موجود هنا رقم 1 اللي هو المستطيل هذا، والشكل الثاني اللي هو المثلث هذا. طيب هذا هو الشكل الثاني اللي هو المثلث، حنحذف منه الشكل الدائري هذا. أوكي؟ يعني حسب الجدول هذا مثلا الأجزاء اللي هي من 1 إلى 3، الجزء الأول اللي هو شو يمثل؟ يمثل المستطيل هذا. حنجيب الأريا متاعه، طبعا سهل، الأريا حتكون يعني الطول في العرض. طبعا الأبعاد هذه كلها بالمليمتر لازم نحولها للمتر، بنجيب قيمة الأريا. بالنسبة للأبعاد بتاع المستطيل هذا طبعا سهلة، السنتر بيكون هنا اللي هي نص البعد هذا اللي هي المسافة هذه، هذه بتمثل الإكس اللي هي 0.2 متر، والواي طبعا اللي هي المسافة اللي هي هذه اللي هي 0.125 متر. طيب نضرب بعدين الإكس في الأريا زي ما شايفين، ونضرب الواي في الأريا. أوكي، نفس الشيء بالنسبة للشكل الثاني اللي هو المثلث هذا. طبعا بما انه من محاور هذا الاكس وهذا المحور واي، طبعا السنتر حيكون هنا الثلث من ناحيه الزاويه، الثلث المسافه هذه، بنضيف له المسافه هذه، بنحصل الاكس بكلها اللي هي امتعت الشكل هذا. نفس الشيء بالنسبه للواي، على طول بناخذ ثلث المسافه هذه اللي هي المسافه هذه، الثلث بتاعها بنجيب الواي. طبعا الاريا سهله اللي هي الطول في العرض على أو القاعدة في الارتفاع على 2، بنجيب الأريا. نفس الشيء بعدين نضرب الأريا في الإكس، وبعدين نضرب الأريا في الواي، هذه الأريا في الإكس والأريا في الواي. الشكل الثالث اللي هو شكل دائري، طبعا المساحة متاعه حتكون باي في الآر اللي هي هذه الآر سكوير طبعا، لكن هنا حنحذفها بما أن حتم عملية حذف، حتكون ماينس. شايفين هنا ماينس، مهمة كثير هذه الماينس هذه. طبعا الاكس اللي هي المسافة هذه على طول اللي هي 0.2 متر، طبعا والواي اللي هي المسافة هذه اللي هي 0.125. نفس الشيء بنضرب الاكس في الاريا نلاقي الناتج هذا، ونضرب الواي في الاريا نلاقي الناتج هذا، لكن شفتوا استعملنا الماينس. طبعا اخر شيء حنجيب قيمة الاكس، الاكس هي تساوي سيجما اريا في الاكس على سيجما اي زي ما شفنا القانون منذ حين، لكن لما نجمع حنجمع ما ننسى الشارة هذه ماينس. نفس الشيء بالواي، نجيب يعني النتيجة النهائية بتاعت الإكس ومتاعت الواي بتاع الشكل هذا لما يكون يعني شكل يعني مركب من أشكال
مختلفة. لكن ما ننسى الملاحظة بتاعت الماينس إذا كان يتم عملية حذف، إذا كان كله تجميع طبعا بيكون بلس. طيب شكرا لكم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله في المحاضرة الجاية.